تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن سنة أولى زواج، غالبا في فصل الصيف، وهذه الأيام بعد شهر شوال الناس يعقدون عقود القران، ويكون هناك الزفاف وتكون هناك الأعراس. وهذه المناسبة نتحدث عن مشاكل الأزواج وكيف يمكن أن نبني حياة أسرية مستقرة، خصوصا وأن نسمع بأن الكثير من الزيجات يصيبها التصدع بسبب الخلافات المجرة، وقد تؤدي إلى الانفصال والعياذ بالله. حديثنا اليوم عن تجربة سنة أولى زواج. لا شك أن الكثير من المتزوجين والمتزوجات يذكرون الشهور الأولى من زواجهم كيف كانت الأجمل وهي الأفضل، ولكن هي أيضا الأصعب، لأن يقع فيها المواجهة ويقع فيها الاكتشافات للشخصيات المتباينة بل والمتناقضة أحيانا. ومن ثم يتساءلون كيف يمكن أن نتخطى هذه الصعوبات. فهذا هو موضوعنا سنة أولى زواج، هي الأجمل لكنها هي الأصعب، كيف نتخطاها؟ الكل يعلم بأن الزواج هذا سنة كونية وحقيقة إنسانية، ربنا عز وجل جعله ضروري للحياة لتستمر فوق الأرض وليكون هناك النسل وتستمر البشرية. وهذا الزواج الناجح ليس سهلا، ولكنه يحتاج إلى الكفاح وإلى النضال أحيانا حتى يستمر، خصوصا في السنة الأولى من الزواج التي فيها يتعلم الزوجان كيف يعيشان معا وكيف يقبلان معا رغم الاختلافات ورغم التباينات. عادة شهر العسل يكون جميلا وتكون فيه فرحة ويكون فيه بهجة وخرجات وسهرات وجلسات وليالي ملح، لكن بعده تبدأ الحياة تختلف وتبدأ المشاكل تظهر، وهنا تدق طبول الصبر والكفاح اليومي. حينما نستمع إلى مشاكل الناس وهي كثيرة وكثيرة جدا، قصص عن الزواج، سوف نلاحظ الكثير من العجائب، قصص قد نسمعها من أوساطنا لأصدقاء أو لمقربين أو حكايات حكتها، ليس من رأى كمن عاش، وليس من سمع كمن عاش هذه الأوضاع. ولعلنا حينما نفتح خطوطنا الهاتفية سوف نسمع الكثير من الآراء، ونسمع الكثير من القصص، ونسمع كثير من التجارب، بعضها قد يكون ناجحا، يكون قدوة، يصلح أن يكون قدوة للأجيال الصاعدة، والبعض الآخر ربما قد نستفيد من الأخطاء ومن العبر. سنة أولى زواج هي سنة البناء، فيها الزوجان يضعان اللبنات الأساسية القوية المتينة لمستقبل سيكون مليئا بالمسؤوليات. ودائما هذه السنوات الأولى من الزواج تكون هي الأصعب، خصوصا السنوات الثلاثة الأولى. فمهما كان الزوجان قد تعارف من قبل
وكانوا على علاقة ود قبل الزواج أثناء الخطوبة، بل هناك من كانوا يتعارفان وهم في الدراسة، زملاء في الدراسة الجامعية لسنوات طوال، وكان بينهما تعارف وكان بينهما حوارات ومعاملات. ولكن لما يلجان إلى القفص الذهبي إلى الحياة الزوجية بتفاصيلها اليومية الصغيرة، هنا يقع الشنآن عادة. معظم الأزواج والزوجات يقولون بأنه بعد فترة شهر العسل اللطيفة والرومانسية وطور انتهائها يبدأ التغيير الكبير وتبدأ مجموعة من الخلافات الشهيرة. وممكن أن نذكر أهم الخلافات، ليس على سبيل الحصر وإنما فقط على سبيل التذكير، حتى يتمكن الأزواج الجدد من الاستفادة منها وحتى لا يضطروا إلى الوقوع فيها. فمن بين أهم هذه الأسباب نلاحظ أسلوب الحياة المختلف. عادة الأزواج قبل موعد الزواج يكونون في وضعية للتفاهم والتعارف، وكل منهم عنده عادات يومية وحياتية خاصة به، وكل منهم له أسلوب حياة وفلسفة وجود مختلفة عن الآخر. ولكن بعد ذلك يقع تصادم في العادات اليومية، ويقع نوع من الاختلاف البين مما يخلق بعض المعارك. مثلا هناك متزوجة تتحدث أنها اكتشفت لما تزوجت اختلاف الطباع بين زوجها، قالت بأنها هي فتاة كانت حالمة ورومانسية، لكن زوجها طبعه أنه عملي جدا، يهتم كثيرا بعمله، حتى إنه لما تزوج لم يستكمل شهر العسل، 3 أيام مباشرة بعد العمل من زواجهما راح إلى العمل ليستأنف. فهذه الفتاة شعرت بحزن عميق، كيف أنها هي حالمة رومانسية كانت تتمنى الخرجات وتتمنى السفريات، لكن الزوج طبعه عملي جدا ومنطقي جدا، هذا أدخل إلى قلبها الحزن الشديد. ورأت أيضا بأن هذا الزوج يتمتع بصوت عالٍ، صوته صاخب، إذا تحدث أفزع، وهي بالعكس كان صوتها شيئا ما رقيق وكل حنان. فوجدت اختلاف كبير بين صوته العالي الجبار وصوتها الدقيق الرومانسي، وتقول عن نفسها بأنها كانت فوضوية بعد الشيء، هي لم تكن منظمة في حياتها، كانت تعتمد على أمها وأختها الكبرى في كل شيء، هما اللذان يعدان الطعام والإفطار، وهما اللذان يقومان بترتيب شؤون البيت والملابس، هي فوضوية. لكن زوجها كان على عكس ذلك، كان منظم للغاية، وكان يعيب عليها هذه الفوضوية، ومن ثم صار هناك حتى ترتيب حجرتها، حجرة النوم لا ترتبها، وهكذا صارت دائما مع زوجها في صراع، لأنهما مختلفان من حيث الطباع. هذه أول مسألة يتم اكتشافها بعد الزواج، أن الطباع بين الطرفين مختلفين، أحدهما يكون منظم والآخر يكون فوضوي، الآخر يكون عملي جدا والآخر رومانسي، وهكذا. ثم هناك من تتحدث بعض الزوجات أنها تشعر بالألم وبالحزن العميق، اكتشفت بأن زوجها متسلط. هذه من أصعب الصفات، أن يكون الزوج متسلطا. فبعض الزوجات تقول بأنها لم تكن على علم بأن زوجها هكذا يتحدث، لما رأته في الخطوبة كان دائما يبدو صامتا، وبين الفينة والأخرى يبتسم ويسترق نظرات، رأته بأنه هكذا مع العائلة، لكن لما صار في علاقة زوجية في بيت أسري واحد لاحظت بأن زوجها متسلط للغاية، وأنه دوما يحب الانفراد برأيه،
وحتى أنه كان يرفض أي نقاش، يعني أن كل ما يقوله هو قرارات صادرة من الأعلى. كانت دوما هذه الزوجة تقول: كنت أقترب منه برقة وكنت أحاول أن أداعبه، لكنه كان عنيدا. أحيانا هذه الزوجة كانت ذكية، فكانت تقول له: يا فلان، متى سوف يكبر هذا الطفل العنيد بداخلك؟ متى سوف يكبر هذا الطفل العنيد بداخلك؟ وهذا الطفل فعلا بدأ يرجع إلى صوابه، أن كل رجل مهما كبر مقامه بداخله طفل صغير عنيد، وبداخله أيضا شخصية رجل كبير مسن يفكر بعقلية جده. أي رجل مهما بدا لك بأنه رومانسي وأنه عقلاني وأنه حداثي، فبداخله شخصيات متعددة. هناك شخصية الطفل العنيد الذي يحاول أن يكبر ولا يستطيع، وبداخله شخصية الجد الكبير المسن الذي هو كثير الانتقادات. سبحان الله، تقول هذه السيدة بأن هذا الزوج بهذه المداعبات وبهذه الطرق اللبقة استطاعت منه أن يصبح أكثر مرونة، واستطاعت أن تستوعب هذا الاختلاف وتتحمل هذه الطبائع المختلفة، وبالتالي وقع هناك نوع من الانسجام. في حين أن هناك من لم يستطع أن يستوعب هذا الاختلاف وتحمل الآخر، فوصل إلى الباب المسدود. هناك أيضا مما يقع بين الأزواج في سنة أولى زواج، وهو سوء الفهم المتبادل. كل له طريقة في التفكير، وكل له طريقة خاصة به في التعبير. غالبا ما يخفي الأزواج مشاعرهم الحقيقية بشأن بعض الأمور، وهذا يولد سوء الفهم، مما يؤدي تدريجيا إلى الاختلافات، ثم تتطور إلى المعارك. لهذا ينصح بأن هذه المشكلة كيف نواجهها؟ نواجهها دوما بالصدق والمصارحة، لأن المواجهة بالصدق والمصارحة أول بأول نستطيع أن نمتص هذا الغضب تدريجيا، وإلا فإن ذلك قد يصل إلى مرحلة الانفجار بسبب التراكمات المتعددة. عادة ما يقع هذا الاختلاف بين الأزواج قد نسميه تكامل، هناك من يسميه اختلاف، لكن الناجحون يعتبرونه تكامل. مثلا إحدى الزوجات كانت تقول: كنت أضيق جدا باختلاف آراء زوجي عن آرائي، وكنت أضيق بأن طباعه مختلفة عن طباعي، لكن بفضل الله تعالى وبعد العشرة الطويلة بدأ هذا الاختلاف نتعاون عليه لنجعله تكاملا، تكامل في الصفات، وتكامل في منطق التفكير، وتكامل في السلوك. هذا يؤدي إلى تنوع الحياة الزوجية وتصير أكثر سعادة وطمأنينة. فمثلا تقول هذه الزوجة بأنها طبعها أنها كانت صارمة مع الأبناء، هي صارمة وهي شديدة الطباع وشديدة النقد وتصرخ دوما، لكن الزوج كان حنون جدا وكان متفاهم إلى أقصى حد، لأنه كان يغيب ساعات طويلة في العمل، وحينما يرجع يجد أولاده فيغدق عليهم بالحنان. أما هي ربة بيت فتراهم دوما ودائما تصرخ ودائما صارمة، وطريقة التربية بينهما تختلف. لهذا كان الأولى حتى لا يؤدي هذا الاختلاف إلى نوع من الصراع الذي يؤدي إلى المعارك، فكانت الأفضل أننا نجعل هذا الاختلاف نقطة للصالح، وهو تحقيق توازن بين الطرفين، أن كل واحد يصير يقترب من الآخر، وكل واحد يحاول أن يجعل طريقة تفكيره وسلوكه مع الأبناء هي متقاربة لتحقيق التوازن، وهذا كله لصالح الأسرة. مشكل آخر كبير يعترض الأزواج خصوصا في سنة أولى زواج، وهو مشكل تدبير الشؤون المالية. فبعد الزواج يتحمل الزوجان نفقات المعيشة، ويتحملان إدارة شؤون البيت وتدبير المصاريف، وهذه المسألة تكون عادة موضع نزاع وخلافات.
إما أن يكون الزوج ربما ينفق ولكنه يخشى الفقر فتتهمه الزوجة بالبخل، وإما أن الزوجة تنفق ولا تخشى الفقر فيتهمها بالتدبير. وهنا يقع دوما النزاع، خصوصا إذا كانت المرأة تعمل. فالمرأة إذا كانت تعمل وتدر دخلا كالزوج يبدأ الحسابات، يعني طرق استثمار الأموال، مستلزمات الشراء، وتبقى دائما هذه الصراعات قد تؤدي إلى اختلافات كبيرة. الحل هو في تحديد ميزانية للبيت، والحل في تقسيم هذه الميزانية إلى بنود تحدد المصروفات والنفقات والالتزامات الشهرية. وهكذا ممكن أننا نكون على بينة ووضوح، يعني في أول الشهر نأخذ ورقة وقلم ونكتب الفواتير، فاتورة الماء والكهرباء، فاتورة الكراء أو مصروف البيت، فاتورة الطعام والشراب، فاتورة تمدرس الأطفال، وهكذا. إلا أن الخبراء في هذا الميدان كانوا يوصون دوما بأن لا تخلو الميزانية من بند للترفيه، لأن معظم الأزواج حينما يضعون البنود للمصاريف خلال الشهر ينسون الميزانية المتعلقة بالترفيه، وهذا يؤدي إلى الكثير من القلق والتوتر بين الطرفين. وهكذا المشاكل لسنة أولى الزواج كثيرة ومتعددة، إما تكون داخلية بين الزوج والزوجة، وإما في سوء وشؤون التدبير. لكن المشكل الأكبر يكمن في العائلة، عائلة الزوج أو عائلة الزوجة. فالتعامل مع العائلة قد يكون ناجحا، ولكن في كثير من الأحيان قد يؤدي إلى نوع من التصادم. البعض يظن بأن عائلة الزوج تعامل معها يمثل عبئا نفسيا على الزوجة، خصوصا إذا كان هناك اختلاف فكري وجذري في طريقة التربية أو العادات والتقاليد. كل يتصور الصواب من منظاره، ما هي أصول التربية، ما هي أهم العادات والتقاليد التي ينبغي احترامها، فيقع اختلاف بين عائلة الزوج وعائلة الزوجة. وهنا الاختلاف قد يتطور إلى مشاحنات، وربما إلى شجارات تؤدي إلى التأثير على الحياة الزوجية بأكملها. أفضل طريقة للتعامل مع هذه المشكلة هو محاولة التعرف على طريقة التفكير عند الآخر، أتعرف على طريقة تفكيره، على أسلوب حياته، على أهم انفعالاته، ثم أتجنب الاصطدام معه حتى تبقى حياة هادئة ومستقرة تدوم وتدوم. إحدى الزوجات تقول بأن مشكلتها مع عائلة الزوج هو تدخل أمه، فهي تقول بأن زوجها كان طيب للغاية، لكن شعرت بأنها منذ أول أيام زواجهما أن الأم تتدخل في حياتهما بشكل مزعج. حتى إذا سافر إلى أي مكان في رحلة مثلا، كانت دائما الأم تتدخل وتقول له: يا بني عليك أن توفر الأموال، عليك أن لا تبدر، هذه العروسة تريد فقط الإنفاق، ولا تدرك بأن الحياة صعبة وأن المستقبل يخبئ لكم مفاجآت، ادخر يا بني. والزوجة تريد السفر وتريد التوفير الترفيه، والأم تريد التوفير. هنا يقع نوع من الاصطدام. تقول هذه الزوجة أنها كانت صابرة في الأول، مرة كانت ترفض، ومرة كانت تصرخ وتقيم الدنيا ولا تقعدها، ومرة تتغاضى، وهكذا. لكن في فترة من الفترات هذه الزوجة ستضع زوجها أمام خيارين، قالت له: إما أنا وإما أمك، حدد، إما أنا إما أمك. وهنا بدأت المشكلة، مشكلة تدخل الأهل. فالصلح هو ضروري أن يكون في مثل هذه الحالات. الأم هي في الأصل هي كتكون حنون، ولكن فيما بعد لما رأت بأن العلاقة الزوجية سوف تنفصل، الأم تنازلت عن كبريائها وتنازلت عن تدخلها لصالح ابنها، ووعدتهم بعدم التدخل إلا إذا احتاج إليها. لكن بعد مرور 3 سنوات تقريبا هذه الأم ستفاجأ بأنها صارت جدة.
فابنها وزوجته رزق ببنية صغيرة فشعر بأنهم أنها أصبحت جدة، فصارت أكثر حيوية ونشاط. وتقول هذه الزوجة وطدت علاقتها مع حماتها وصارت مثل صديقتها، وصارت أحيانا تتدخل لفائدتها إذا كان ابنها يصرخ عليها، تقول أن لابد أن ترقق قلبك اتجاه أمك، وبالتالي صارت العلاقة طيبة من خلال الصبر ومن خلال التنازل ومن خلال أن الإنسان يتغاضى أحيانا. عموما أيها الأحبة الكرام، سنة أولى زواج هي سنة صعبة للغاية. عادة الناس تمر عندهم، بعضهم تمر عندهم بسلام والبعض الآخر تتخذ عندهم شدة كبيرة، لأن نقول بأن العلاقات من البشر هي ليست كبقية العلاقات الأخرى، فهناك علاقة اتخذت منحا آخر بعد انصرام السنة الأولى، وكم يغير الزمن من الأشخاص إذا لم يتغيروا. فالمجتمع والحياة تطلب التغيير دوما والتوجيه دوما، وهناك طرق كبيرة للمحبة والمودة والوفاق حتى تستمر وتمر الأزمات بسلام. لن نطيل عليكم مستمعي الأفاضل، أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51. يسعدنا كثيرا أن نستمع إلى تجاربكم في الحياة من خلال السنوات الأولى للزواج، كيف كانت وكيف صارت. الغاية هي أن نستفيد من أخطاء بعضنا البعض، وأيضا نستفيد من النجاحات التي حققها البعض، لتكون عبارة عن مدرسة للتعلم وللتفقه في شؤون الحياة السعيدة المستمرة. نبقى أيها الأحباب الكرام مع فاصل قصير ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.